شيلة مهداه للخريج محمد بن زيد آل بويت الخالدي. آل بويت الخالدي. أبا الشهادة عذرا على الوفا في كل حال، واعتلى عرش التفوق وحقق مبتغى، هو محمد بن زيد شامخ شموخ الجبال، في الصدارة عن جدارة تحدث مستواه، بالتخرج بالوان نعم من صعب المنام، بعد جهد عوم في غربته حقق منى، المهندس في أرامكو وفي أعظم مجال، ما زرع وقت الدراسة بفضل الله جنى، ابن راع الجود والخير شيء الافتقار، زيد آل بويت شام ويا حيا نبا، وسالم آل بويت جده وهو خير الرجال، كاسب المعروف والطيب عالي مستوى، وقومه اللي بيدهم فالعرب مضرب مثال، والنعم بالخوالد قوم عز وقوم جاء، والذكر نعمة بيتش وشربية الجزال، والفخر يبلغ بهم لا مدحناهم مدى، وخاله حمد على قلوب من خير الخوال، فارس انصت جميع البشر تسمع صياح، وعمه احمد للكتاب كافيات بارتجاه، ابا التهاني والمسرات من كل اتجاه، يا محمد يحفظك ربنا مولى الجلال، يا عسى ايامك سعاده على طول الحياه، الف مبروك التخرج ويا سمح الخصال، فلك التوفيق يبقى معك وانته معه، ابا الشهاده عذرا على الوفا في كل حال، واعتلى عرش التفوق وحقق مبتغاه، هو محمد بن زيد شامخ شموخ الجبال، في الصداره عن جداره تحدث مستواه، بالتخرج بالوان نعم من صعب المنام، بعد جهد عوم في غربته حقق منى، المهندس في ارامكو وفي اعظم مجال، ما زرع وقت الدراسه بفضل الله جنى، ابن راع الجود والخير شيء الافتقار، زيد آل بويت شام ويا حيا نبا، وسالم آل بويت جده وهو خير الرجال، كاسب المعروف والطيب عالي مستوى، وقومه اللي بيدهم فالعرب مضرب مثال، والنعم بالخوالد قوم عز وقوم جاء، والذكر نعمة بيتش وشربية الجزال، والفخر يبلغ بهم لا مدحناهم مدى، وخاله حمد على قلوب من خير الخوال، فارس انصت جميع البشر تسمع صياح، وعمه احمد للكتاب كافيات بارتجاه، ابا التهاني والمسرات من كل اتجاه، يا محمد يحفظك ربنا مولى الجلال، يا عسى ايامك سعاده على طول الحياه، الف مبروك التخرج ويا سمح الخصال، فلك التوفيق يبقى معك وانته معه، 1 3 4 6 8 6 6